السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة كابتن سوري. أقل من ساعة على بداية المباراة بين المنتخب السوري ومنتخب إيران في بداية التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر. المباراة رح تبدأ الساعة 7 مساء بتوقيت سوريا على استاد أزادي في طهران، مباراة منقولة على قناة سوريا الأرضية بإمكان المتابعين في سوريا مشاهدتها، بالإضافة إلى تطبيق آيشو المدعوم من سوريتيل على قناة آيشو 3، مباراة منقولة أيضا على قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب، رابط قناة الاتحاد الآسيوي موجود بالوصف، وأيضا منقولة على قناة أبوظبي الرياضية لكن داخل الإمارات فقط. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا العربي السوري بهذه المباراة، وبنقدر نطلع بنتيجة إيجابية بإذن الله تعالى. انتشرت التشكيلة قبل قليل، تشكيلة متوقعة نوعا ما. عبد الرحمن ويس رح يكون أساسي بإذن الله، وإبراهيم عالمي بحراسة المرمى، عمر خريبين موجود أيضا. بنشوفكم بعد المباراة وإن شاء الله بنهني بعض بالفوز أو بالتعادل بإذن الله. توقعوا نتيجة المباراة، دعمونا بالضغط على زر لايك، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.